جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: زوجي كثير الحلف بالطلاق، فمثلا يقول إذا ما فعلت كذا وكذا تكوني محرمة علي، فما هو توجيهكم؟ هذا غلط كبير أن يكثر من التلفظ بالطلاق والحلف بالطلاق، هذا خطير جدا ولا يجوز له البقاء على هذا بدون سؤال أهل العلم، فعليه أن يسأل أهل العلم عما صدر منه وعما حصل منه، لئلا تكون زوجته قد خرجت من عصمته وهو لا يدري، فيكون مقيما مع زوجة مع امرأة لا تحل له. فالواجب عليه أولا صيانة لسانه عن التلفظ بهذه الألفاظ، وثانيا عليه أن يراجع أهل العلم ليسألهم عما صدر منه حتى يعرف واقعه. والله أعلم.